توفي اليوم الاثنين 13 أبريل 2020 منذ قليل الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، ولم يتحدد بعد موعد تشييع جثمان الفقيد. وعرف عن الفقيد حسن أخلاقه والسيرة الطيبة والتوسط في الإسلام، وعمل الشيخ جمال قطب على نشر الإسلام المعتدل الوسطي في كافة أنحاء العالم. ومن جانبه أعلن معتصم قطب ابن الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر خبر وفاة والده اليوم، مؤكدا أنه أوصى بعدم الإعلان والدفن والصلاة عليه. وطلب نجل الشيخ قطب الدعاء لوالده، ونشر معتصم صورة تجمعهما بالمدينة المنورة مطالبا بعمل ختمة تلاوة لوالده قائلا: خاتمة للدعاء للشيخ جمال قطب رحمه الله. ده الشيخ جمال قطب الله يرحمه، توفي اليوم الاثنين 13 أبريل 2020. وهنا ابنه نشر الصورة دي وهو معاه بالمدينة، وكتب عليها: نسألكم الدعاء. وده معتصم قطب ابن الشيخ جمال قطب الله يرحمه. من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأحد 11 أبريل 2020 أن أحد كبار الحاخامات في إسرائيل السابقين توفي بعد إصابته بفيروس كورونا في أبرز حالة وفاة في إسرائيل بسبب تلك الجائحة. وتوفي إلياهو بكشي دورون الذي عمل كأكبر حاخام للسفرديم أو اليهود المنحدرين من أصول شرق أوسطية أو شمال أفريقيا بسبب مشكلات ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفى بالقدس عن 79 سنة. وقال نتنياهو: من المؤسف أن الحاخام بكشي دورون قد أصيب بفيروس كورونا ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه. وأعلنت إسرائيل 11,235 حالة إصابة و113 حالة وفاة حتى الاثنين 13/4/2020. ده الحاخام اللي رحل الله يرحمه، توفي يوم الأحد 12 أبريل. ومن ناحية أخرى، توفي ستانلي تشيرا صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد المتبرعين لحملته الانتخابية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا كوفيد-19. وأشارت مصادر ذات صلة بمؤسسة كراون أكويز تشينز التي كان تشيرا يمتلكها ويديرها إلى أنه كان في أواخر عقده 70 من العمر. وكان ترامب قد تحدث خلال لقاء صحفي بالبيت الأبيض مؤخرا عن صديق له مريض وفي غيبوبة نتيجة إصابته بفيروس كورونا وحالته غير مستقر. يذكر أن فيروس كورونا قتل نحو 22,850 أمريكي حتى الآن وفقا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حث حكام الولايات الأمريكية على مزيد من التعب والجهد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت الدولة الأولى عالميا في تحقيق الإصابات اليومية. وقال ترامب عبر تويتر: أيها المحافظون، احصلوا على برامج وأجهزة اختبار ولايتكم بشكل مثالي، كونوا مستعدين. تحدث أشياء كبيرة لا أعذار، الحكومة الفيدرالية موجودة للمساعدة، نحن نختبر أكثر من أي بلد في العالم، أيضا استعد مع أقنعة الوجه اللي هي الكمامات. ده ترامب صديقه رحل الله يرحمه ويحافظ على ترامب. ومن ناحية أخرى، أعلنت الإعلامية المصرية هناء عوني إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تعد أول مذيعة محجبة مصرية في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي تصاب بفيروس كورونا.
وخرجت هناء للمرة الأولى في بث مباشر لها على هيئة الإذاعة البريطانية. وروت تفاصيل إصابتها وزوجها إبراهيم زهران بمرض كورونا العالمي بعد أن كان زوجها يعاني أيضا من مرض سرطان الرئة. وبشرت المذيعة هناء عون المشاهدين بأنها تعافت بعدما خضعت للعزل المنزلي، ووصفت الآلام التي شعرت بها بآلام شديدة. وقالت هناء على الهواء: هناك أعراض لا تحتمل، كالسعال المستمر ودرجة الحرارة المرتفعة وصعوبة النهوض من الفراش. وأضافت هناء عوني: في بعض الأحيان لم أقدر أن ألمس جسدي، وآلام مبرحة بالجسد وآلام في الظهر، والأصعب هو إصابة زوجي إبراهيم. ورعبي كان أكبر على زوجي إبراهيم لأنه مصاب بسرطان الرئة ويعيش برئة واحدة ومناعته ضعيفة للغاية، واعتقدت أنه لن يتحمل المرض. جدير بالذكر أن الإعلامية هناء عوني تبلغ من العمر 43 سنة، وعملت 10 سنوات في التلفزيون المصري، ثم انتقلت وهي بعمر 31 عاما للعمل كمراسلة في قناة البي بي سي العربية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، وذلك عام 2008. وكانت عوني أول مذيعة محجبة تنضم للهيئة البريطانية وتظهر على شاشتها، ووصفت شعورها آنذاك بأنه مختلف وإحساس جميل. كونها أول امرأة تظهر مرتدية الحجاب على قناة بي بي سي، خاصة أن أحدا لم ينظر إلى شكلها بل كان ينظر إلى كفاءتها. دي هناء عوني، ألف مبروك، أول مذيعة مصرية محجبة في البي بي سي، شفيت من فيروس كورونا، والأهم إن زوجها كمان شوفي مع إنه كان مصاب بسرطان الرئة، يعني حالته أصعب منها بكتير. من ناحية أخرى، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد 12/4/2020 استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو بعد يوم من الإعلان المفاجئ عن تطبيق عزل شامل في البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في حالة من الذعر. وقال الوزير في بيان: أرجو أن تعذرني أمتي التي لم أرد قط أن أسبب لها الضرر، ورئيسنا الذي سأكون وفيا له طوال حياتي. أغادر منصب وزير الداخلية الذي كان لي شرف توليه. غير أن الرئاسة التركية قالت في وقت لاحق في بيان: لم تقبل استقالة وزير الداخلية، سيواصل أداء وظيفته. ومساء الجمعة فاجأ الوزير ملايين السكان بإعلان دخول قرار حظر الخروج من المنزل ليومين حيز التنفيذ في أكبر 30 مدينة بالبلاد. وبث الإعلان المفاجئ الذعر في صفوف آلاف السكان الذين احتشدوا في المتاجر لشراء مون، ما أدى إلى خرق تدابير التباعد الاجتماعي. وانتقد آلاف المعارضين ورواد الإنترنت طريقة تطبيق القرار الحكومي، واتهموا السلطات بتهديد حياة آلاف الناس. وقال صويلو عقب انتشار مشاهد الفوضى مساء الجمعة أن تطبيق العزل جاء في إطار توجيهات رئيسنا رجب طيب أردوغان، لكن الوزير أعلن الأحد أنه يتحمل المسؤولية كاملة على تطبيق هذا الإجراء. وأصيب حوالي 57,000 شخص بكوفيد-19، فيما توفي 1200 وفق آخر حصيلة رسمية نشرتها وزارة الصحة الاثنين. وتولى سليمان صويلو سنه 50 عاما منصب وزير الداخلية في أغسطس 2016 عقب شهر من محاولة الانقلاب التي كانت تهدف لإطاحة بأردوغان.
ده سليمان سويلو وزير الداخلية التركي. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.